شاء الله اليوم هنتكلم عن موضوع الـ emission spectrum for hydrogen atom. طبعا احنا ناخد ذرة الهيدروجين لانها اسهل ذرة، يعني اركب تركيب، اسهل تركيب ذرة في الطبيعة واصغر ذرة في الطبيعة لاحتوائها على 1 بروتون و 1 الكترونز. طبعا ذرة الهيدروجين تتكون من النيوكليار، بيحيط فيها شل، على الشل هذا يقع 1 الكترون، الهيدروجين اتوم H2O1. اليوم هندرس اطياف ذرة الهيدروجين. طبعا اول عالم درس ذرة الهيدروجين هو العالم بالمر، وفرض انه الالكترون الموجود بذرة الهيدروجين موجود في المدار التالي. نفرد شوية المدارات بهذا الشكل. لو فرضنا انه هذا ان تساوي 1 emission spectrum of hydrogen atoms، اطياف ذرة الهيدروجين. عندي المدار الاول، المدار الثاني، الثالث، ان بتساوي 3، ان بتساوي 3، ان بتساوي 4، ان بتساوي 5، ان تساوي 6، ان تساوي 7، ان بتساوي 8. متفقين انه ان هي عبارة عن البرنسبل كوانتم نمبر، عدد الكم الرئيسي اللي هو المدارات الاساسية بتبدأ من 1 الى ما لا نهاية، ان بتساوي ما لا نهاية. الان العالم بالمر فرض انه الالكترون موجود في حالة الجراوند ستيت، موجود على المدار رقم 2 في حالة الجراوند ستيت، اسقطنا على شعاع او اعطناها سبارك، عملت عنده اثارة، نقلت حسب طاقة الشعاع اللي سقط، هذا بسميه absorption emission absorption radiation، شعاع ممتص. حسب طاقة الشعاع حينتقل الإلكترون للمظهر، لأنه كل ما ابتعدنا عن النواة بتزيد الإنرجي، طاقة المدارات. الآن الإلكترون حياخد طاقة حتنقله للمدارات، حينتقل في البداية، يعني الطاقة كانت عالية جدا اللي أخذها الإلكترون، الطاقة الممتصة نقلته للمدار الثامن. بعد هيك أعطاه، طبعا حيرجع تاني لوضعه الطبيعي على المدار رقم 2، لانه حالة الاثارة قلنا حالة عارضة جدا، فترة زمنية بسيطة جدا زي لمح البصر بيسموه 10^10 جزء من الثانية. بعد هيك هعطيه كمان مرة طاقة، وهو برضو موجود وين؟ على المدار الثاني، حينتقل فرضا للسابع، ثم مرة جاية أدته طاقة بس للثالث، المرة اللي بعدها أدته طاقة للخامس، للرابع، وهكذا. في كل مرة كان يرجع فيها الإلكترون كان يطلق طاقة، يفقد طاقة، بسميها الإميشن راديشن، الطاقة المنبعثة. أثناء عودته من المدار السابع أو من المدار الثامن للمدار الثاني كان يطلق شعاع، لأنه انتقل من المدار الأعلى إلى أقل. من السابع هكذا كان يطلق شعاع، من الثامن، من السادس كان يطلق شعاع. كل الإشعاعات اللي كانت يطلقها الإلكترون أثناء عودته من المدارات ويستقر على المدار الثاني كلها كانت في نفس الرينج، كلها إشعاعات ما بين الألترا فايلت وما بين الفيزابل ريجن، وهي أقرب أكثر إلى الفيزابل ريجن، إلى الضوء المرئي، يعني كان يعطينا ضوء أزرق، أحمر، برتقالي، أخضر، بنفسجي، نيلي.
إذن هي ما بين الألترا فايلت والفيزابول ريجن وأقرب للفيزابول. تمام. بعد هيك طبعا هذه كلها حزمة واحدة سموها بالمر نسبة للعالم بالمر سيريز أطياف بالمر. تمام. الآن إجا عالم بعدي اسمه العالم ليمان وقال أنا الإلكترون بدي أفرض أنه موجود في المدار أو أحط ذرة الهيدروجين في ظروف خاصة وأخلي الهيدروجين موجود في المدار الأول. إذا الإلكترون في حالة الجراوند ستيت بالنسبة للعالم ليمان وين موجود؟ في المدار رقم واحد. أعطاه أيضا طاقة absorption energy أو absorption radiation، أعطاه طاقة على شكل شعاع أو spark. طبعا اكتسب الإلكترون طاقة، حينتقل حسب الطاقة اللي اكتسبها إلى المدارات سواء الأول الثاني الثالث وهكذا كان ينتقل. الآن بده يرجع لوضع الاستقرار. لما كان يجي من المدار الثاني ويستقر على المدار الأول كان يطلق شعاع، لما أعطناه طاقة واستقر على الثالث بده يرجع ثاني للمدار الأول كان يطلق شعاع، وهكذا في كل مرة كان يستقر الإلكترون من المدارات الأعلى طاقة ويستقر على المدار N تساوي واحد كان يطلق شعاع على شكل فوتونات. تمام. إذن كل الإشعاعات اللي كان يطلقها الإلكترون أثناء عودته من المدارات الأعلى طاقة إلى المدار رقم واحد كانت كلها في نفس الرينج اللي هي الألترا فايلوت سيريز، سميناها ليمان سيريز، كلها في مدى الألترا فايلوت. إجا عالم ثالث أيضا درس أطياف ذرة الهيدروجين وفرض هذه المرة الإلكترون موجود في المدار الثالث، حيعطيه طاقة وينقله من حالة ينقل الذرة من حالة الاستقرار إلى حالة الإثارة ويطلع الإلكترون من المدار الموجود فيه في حالة الجراوند ستيت إلى المدارات الأعلى منه طاقة حسب الطاقة اللي إحنا حنعطيها. في كل مرة كان يرجع فيها الإلكترون ويستقر على المدار الثالث كان يطلق شعاع، طبعا هو بيفقد طاقة عشان ينتقل من الإلكترون من مدار أعلى طاقة إلى أقل طاقة، كان يفقد طاقة على شكل شعاع. الحزمة الضوئية كلها أو حزمة الإشعاعات كلها اللي كانت يطلقها عشان يستقر على المدار رقم 3 ويرجع لحالة الاستقرار سميناها باشين سيريز نسبة للعالم باشين، وكانت في رينج الانفراد كلها تحت الأشعة تحت الحمراء ضوء غير مرئي. بعد هيك اجى العالم براكت، طبعا هذا انا اسفه هذا براكت سيريز الثالث، اجى بعده العالم باشن وفرض انه الالكترون موجود على المدار الرابع وكانت الالكترونات تنتقل من المدار الاعلى طاقه الى الاقل طاقه وتستقر على المدار الرابع. الآن الإلكترونات اللي كانت أو الإشعاعات اللي كانت تنتقل يفقدها الإلكترون على شكل إشعاع، الطاقة اللي كان يفقدها الإلكترون على شكل طاقة كانت عبارة عن حزمة ضوئية في مجال أيضا الإنفراد. بعد هيك إجا العالم باشين أيضا درس أطياف ذرة الهيدروجين وفرض الإلكترون موجود على المدار الخامس، برضو العالم باشين كانت حزمته في مجال الضوء الغير مرئي الأشعة تحت الحمراء. الإكزامبل بيقول the Balmer series refers to emission of photon corresponding to transition in atomic hydrogen. طبعا Balmer series هي أطياف تبعثها ذرة الهيدروجين في أطوال طبعا في مدى الأطوال الموجية المعروف اللي هو الفيزابل ريجون اللي حكينا عنه سابقا. The relative transition gives a special names. كانت الانتقالات أو الإشعاعات المنبعثة نتيجة انتقال بالمر سيريز كانت ناتجة عن التالي. حسب المثال بيقول الانتقال الأول كان من 4B إلى 2S وسمينا هذا الانتقال ألفا
قامة أو كانت الانتقالات من ثري بي إلى 2S، سميناه هذا الانتقال H ألفا، والانتقال الآخر من 4B إلى 2S سميناه هذا الانتقال H بيتا، والانتقال اللي بعديه من 5B إلى 2S سميناه H جاما، و ومن 6B إلى 2S سميناه H سيجما. تمام. الآن عندي 4 انتقالات كانت. أول سؤال طبعا في بالمر سيريز كلهم كانوا يستقروا على المدار الثاني. الآن طالب مني show that selection rules for L and satisfies for each transition. ايش القاعدة اللي تم على اساسها الانتقال بالنسبة للانجولار اوربيتال مومنتا بالنسبة للعدد الكم المداري الثاني. ايه طالب مني اوجد قاعدة L. اول حاجة لازم اعملها هي بالشكل التالي. طبعا L انا بعرف انه هي عبارة عن الانجولار، L هي عبارة عن الانجولار مومنتم كوانتم نمبر، عدد الكم الثاني، وهو العدد الكم المداري. العلاقة بمين؟ العلاقة مباشرة بN. خلينا نتذكر فقط انه L هي تساوي 0 1 الى N ناقص 1. تمام. ولو جينا هنا فرضنا طبعا S تمثل اسم العدد المداري وبي هي اسم العدد المداري ايضا، كانت اسماءه اس بي دي اف وهكذا، وتحدثنا عن هذا الامر. اما 2 هي تمثل عدد الكم الرئيسي، رتبة عدد الكم الرئيسي هي 2. تمام. فالان بالنسبة لعدد الكم المداري اس قديش رتبته؟ خلينا نشوف. اس يمثل 0، اس قيمته او رتبته تساوي عند المستوى المداري S L تساوي 0، عند المستوى المداري B L تساوي قديش؟ 1 L، أو عند B L تساوي 1. إذن قيمة أو رتبة العدد المداري L عند S تساوي 0، عند L تساوي أو B تساوي L تبعته 1. الآن بقول لي اتأكدي من قاعدة تلتا L اللي هي L final ناقص L initial. تمام. قاعدة L بتقول لي انه الانتقال من المدار الاعلى الى المدار الاقل لازم يكون قيمته تقريبا يساوي سالب 1، الفرق بين الانتقالين. هل بدها تحقق هذه القاعدة ولا لا؟ الان بنشوف. الآن دلتا L إذا بده ينتقل من مدار أعلى إلى أقل لازم يكون الفرق بين دلتا L يساوي سالب 1، فبدنا نشوف هل هذا الكلام متحقق في الانتقالات هذه ولا لا. أجي لأول انتقال 3B، بده يجي الإلكترون من 3B اللي هو المدار الأعلى إلى 2S المدار الأقل، قديش L في 3B؟ L قيمتها 1. قديش 2S قيمتها 0. مين الفاينل؟ طبعا S هي الفاينل وبي هي الانيشال، فبقول دلتا L تساوي الفاينل ناقص الانيشال. قديش الفاينل؟ 0. احنا ما بنتكلم عن عدد الكم الرئيسي، هذه رتبة N، لكن قيمة S في عدد الكم المداري قديش؟ 0 ناقص الانيشال. قديش قيمة B؟ بدأ ينتقل من الأعلى إلى الأقل، قديش قيمة B في العدد الكم المداري؟ تساوي 1، إذا ناقص 1 بيطلع معايا، وهذه هي الأنجولار، قاعدة الأنجولار مومنتم. يا إما إذا كان بنتقل من أعلى إلى أقل لازم يكون ناقص 1، إذا كان من أقل إلى أعلى لازم تكون موجب 1، وإحنا الانتقال عندنا من المدار الأعلى إلى المدار الأقل، إذا القاعدة دلتا L لازم تساوي سالب 1.
تمام. هذا بالنسبة للمطلوب الأول. نيجي نشوف الآن المطلوب الثاني في مثال 8-1. مثال 8-1 صفحة 115. مثال 8-1 بيقول لي find the wavelengths for the given transition. بدنا نوجد الأطوال الموجية لكل الانتقالات الأربعة الموجودة عندنا. عشان أوجد الwavelengths لامدا، طبعا هذه انتقالات من مدار أعلى إلى أقل في سلسلة بالمر زي ما هو حدد لي في السؤال. الآن بدي أتبع القاعدة. القانون بيقول لي 1 على لامدا يساوي ثابت رايزنبرج في 1 على N initial تربيع ناقص 1 على N final تربيع. هذا القانون اللي أنا بدي أتبعه. نيجي لأول طول موجة حينبعث نتيجة انتقال الإلكترون من 3B إلى 2S. بدي أحدد الآن الـ N final والـ N initial. إحنا أول بنتكلم عن انتقال في سلسلة بالمر. متفقين إنه في سلسلة بالمر دائما هي السلسلة الثانية، رغم إنها اكتشفت أول سلسلة، N final فيها 2 لأن الإلكترون كان في المدار رقم 2. الآن من وين بيبدأ الإلكترون ينزل حسب الانتقالات؟ أول إشي بدأ ينتقل من 3B، بعدين من 4، بعدين من 5، بعدين من 6. إذن أول طول موجة 1 على لمدة 1 يساوي ثابت رايزنبرج 1 على 3 تربيع ناقص 1 على 2 تربيع يساوي طول الموجة الثاني 1 على لمدة 2. لاحظوا إن هذه 1 على لمدة، تمام؟ هذا تقريبا الفريكونس، فأنا بدي لمدة بطلع القيمة وبعكسها. ثابت هايزنبرج 1 من وين بدأ ينتقل؟ من 4، 4 تربيع ناقص 1 على 2 تربيع. الطول الموج الثالث 1 على لمدة 3 يساوي ثابت هايزنبرج، والآن هعطيكم قيمته، 1 على 5 تربيع ناقص 1 على 2 تربيع. الطول الموجي الرابع 1 على لمدة 4 يساوي رايزنبرج كونستانت 1 على 6 تربيع ناقص 1 على 2 تربيع. الآن قديش رايزنبرج كونستانت؟ قيمة رايزنبرج كونستانت عشان أعوض فيها 10,973,730، تمام؟ 1 على متر، 1 على 5 تربيع ناقص 1 على 2 تربيع، وهكذا وبطلع قيمة لامدا، تمام؟ هنا بعوض عن ثابت رايزنبرج 10,973,730 في 1 على 3 تربيع ناقص 1 على 2 تربيع. اللمدة 2 بنفس الطريقة 10,937,730، طبعا كل هذا عدد صحيح يا جماعة، أنا بحط الفواصل بس عشان أعرف أقرأ. 1 على 4 تربيع ناقص 1 على 2 تربيع. بالنسبة للمدة 4 10,973,730 1 على 5 تربيع ناقص 1 على 2 تربيع، وهكذا. اللي أنا المفروض أطلعه مين؟ لمدة. بعكس بضرب القيمة هذه وبطلعها، ومن ثم بطلع قيمة لمدة. فلمدة 1 بتطلع بالشكل التالي 656.1 نانومتر. لمدة 2 بتطلع 486.0 نانومتر. لمدة 3 433.9 نانو متر. وملاحظين كلها في مجال مين؟ الفيزابل ريجون، لانه الفيزابل ريجون مجاله من 400 ل 700، تمام؟ فكلها في مدى الفيزابل ريجون، كلها ضوء مرئي. الطول الموجي الرابع والاخير لمدة 4 تساوي 410.1 نانو متر. طبعا ال 656 هي مدى الضوء الاحمر الريد،
486 مدى الضوء البلو، ال 433 410 كلها هذه في مجال الفايولت. تمام، هيك بنكون انهينا المطلوب الثاني من سؤال 8-1. الان مطلوب سي، طالب مني what is the intensity او ionization energy for the electron in the ان بتساوي 4 ستيت of atomic hydrogen. قديش طاقة التأين لإلكترون موجود كان في المدار الرابع؟ نيجي نشوف طاقة سي، طالب من الايونيزيشن انرجي. تمام، الايونيزيشن انرجي بقول لي إلكترون موجود على أن تساوي 4 في ذرة الهيدروجين، وبدي أحسب طاقة التأين. بعد 4 عندي أن تساوي 5، أن تساوي 6، 7 إلى ما لا نهاية. تمام، الآن بالنسبة للتأين، عشان أقول إنه ذرة متأينة، ذرة الهيدروجين مسموح لها إما تفقد وإما تكتسب. إذا ذرة الهيدروجين اكتسبت إلكترون أصبحت ذرة خاملة، بتبطل أيون. لكن هو بيقول لي قديش طاقة التأين، معنى الكلام إنه ذرة الهيدروجين لازم تفقد الإلكترون الموجود عندها عشان تتحول إلى أيون موجب نشط يستطيع أن يتحد مع أي ذرة أخرى. إذا بدها تفقده، إذا هو بده يروح للإلكترونات المالة نهاية، فبده ينتقل الإلكترون من أن تساوي 4 الى المالة نهاية. تمام، نيجي نشوف الان بدي اوجد الفرق في طاقة المدارين، فهي بتمثل لي طاقة الايونيزيشن انرجي. دلتا اي من انيشال للفاينل هي بتمثل لي الدلتا اي ايونيزيشن. ليش تم التايونيزيشن؟ لانه الانتقال من اي الاي فاينل المالة نهاية ناقص الاي انيشيال اللي هي اي 4. تمام، حينتقل من المالة نهاية الى من اي 4 الى المالة نهاية، هذه اي فاينل ناقص اي انيشيال. عشان هيك هذه المرة سميت الفرق بين طاقتي المدارين هي طاقة التأين، لأنه انتقل من المدار إلى المالة نهاية. عشان أوجد طاقة أي مدار، عندنا قاعدة بتقول لي إنه إي أن لأي مدار تساوي طاقة المدار الأول 1 على رتبة المدار تربيع. تمام، نيجي لإي تساوي 4. إي 4 طبعا طاقة المدار الأول قلنا هي ثابت، مقداره ناقص 13.6 إلكترون فولت. تمام، مقسومة على 4 تربيع، وبتطلع قيمتها تقريبا بوينت أو سالب، ما ننساش إشارة السالب، سالب بوينت 5.850 إلكترون فولت. طاقة المدار ما لا نهاية اي 1 على ما لا نهايه تربيع، اي قيمه على ما لا نهايه تساوي 0. تمام، نيجي نعوض احنا الان. طاقه المدار ما لا نهايه تساوي 0 ناقص ناقص 885 الكترون فولت، ناقص في ناقص فبتطلع الايونيزيشن انرجي موجب 850 الكترون فولت. اذا هي طاقة المدار رقم 4. تمام، هذا بالنسبة لمثالنا. وطاقة التأين لازم تكون طاقة موجبة، لانها بتعبر عن انه اصبح الايون عبارة عن ايون موجب.